عليكم ورحمه الله وبركاته. المهم كما كتشوفوا هادشي اللي وقع، الكارثه اللي وقعت هنايا، راه كاين واحد الدري خدام معنا تما، كاين السرباي راه مات مسكين الله يرحمه، فراسكم كلشي راه مات الله يرحمه. المهم هو مسكين راه قديم ما كاين، راه ضرب فوق 10 سنين وهو تما كاين، وحنا دابا راه خدامين تما، انا خدام تما كاين دابا 10 سنين وانا تما، وهو لقيته تما كاين خدام، يعني يعني هو يكون فوق 10 سنين، شي 11 عام ولا 12 عام وهو تما كاين، يعني مسكين خدامين هاكا وصافي، راه ما عنده لا ورقه لا جوج لا والو، حتى حاجه ما عنده والو مسكين، راه ما عنده لا اوراق لا حتى حاجه. ايوا هادشي اللي كاين مسكين دابا، يعني توفى شنو غادي يرباع شنو؟ واه توفى خدام بلا وراق. واه هادشي اللي كاين راه باين، راه السيد خدام بلا ورقه بلا والو، راه باين. وكان قديم مسكين، قديم الشهاده ديالك انه لا قديم، انا الشهاده ديالي قديم السيد، انا راه 10 سنين تما وهو راه لقيته تما كيخدم، يعني غيكون شي 12 عام اللي تيجي كيخدم بلا وراق في هذا المقهى. واه هادشي اللي كاين اخويا، راه الناس مضرورين بزاف. بغيتيش تخدم هي هذيك، ما بغيتيش، ما بغيتيش تخدم سير بحالك، راه ما عندك ما شادي. كاين واحد اخر قالوا كاين واحد اخر كيخدم معاه الثاني بحال نفس المشكل بحالك بحالو، كيخدم حتى هو بلا ورقه بلا ورقه. المقهى كانوا كيظهروا عليه هذه الحالات ديال التصدعات ديال الجدران ديالها وديال السقف، يعني وا اخويا داك الشيء ما كانوا شي مؤشرات على لا ما داك الشيء ما عرفتش، ما كنتوش كتشوف، ما كناش كنشوف على ديك القهوه، يعني كتحسوا يعني بها غير لا ما كنحسوش بها، حيت من الداخل هي ما صحيحه من الداخل. هادشي السبب ديال النهار ديالها. وا اخويا والله ما عرفت، حنا كنا خدامين في الصباح، خدامين عادي، ما وقع حتى شي مشكل، خرجنا مع الجوج طايطوا لينا الناس قالوا لنا اش وقع في قواش، وقع اش وقع، جينا كنجيو معاك. هادشي اللي طاح هو السقف ديال المقهى ديال الداخل ولا لا؟ السقف ديال الواجهه ديال لاتيراس، ديال لاتيراس، ديال لاتيراس هو اللي طاح، اما ديال الداخل ما وقع والو، ما وقع والو، ما وقع والو من الداخل. وان ممنوع تدخل الضاله بحال هكا؟ لا ما حضرتش انا، لا خرجت مع الجوج. هي ممنوع تكون الضاله بحال هكا؟ واه اخويا ما عرفت، داك الشيء قديم قانونيا، داك الشيء قديم اخويا، لقينا داك الشيء تما كاين، راه ماشي شي حاجه جديده، راه قديم. كاين كيسري بيه، كاين كيسري بيه، كاين عنده من عند سكين. هو السيد راه كبير، كبير شويه، تكون عنده شي، تكون عنده شي 46 بحال هكا، 46 واحد 50، عنده وليدات ديالو؟ لا ما عنده لا ولاد لا والو، مسكين، عنده وليدات، عنده الزوجه ديالو؟ لا ما مزوج، ما والو، بوحدو ديال راسو. انا لله وانا الى راجعون. انا لله وانا الى راجعون. خدامين في هذا المقهى، لا ضمان اجتماعي، لا ما كاين والو، والو ما عندنا لا ورقه لا والو، يعني اللي بغى يهضر على حقه راه تيلقى راسو، كيلقى راسو في الشارع كيتلاح، صافي بغيت يدخل الخدمه، ما بغيتش تخدم سير الله. المفتشين ديال الشغل اللي كيدير المفتشين اخويا، كانت جات عندنا واحد اللجنه هنايا في الشهر 4، ولكن باقي ما شفنا والو. جاو قيدوك؟ قيدونا، قلنا لهم شحال شحال ضربنا تما كاين، قلنا لهم كل شيء، ولكن باقي ما شفنا والو لحد الان، باقي ما شفنا والو. انت كمهني ديال هذا القطاع، شنو ممكن توجه واحد الرساله للناس المسؤولين على هذا القطاع؟ ايوا الناس المسؤولين كنتمنوا منهم يدوروا يشدوا شي تفتيش، شي دوره بحال هكا، باش يشوفوا الناس اللي خدامين بلا ورقه بلا والو، بحال هذا السيد اللي مات دابا مسكين. شحال هو، لا شحال هو خدام مسكين، هو مات دابا ما عنده لا ورقه لا والو، شنو غيستافد دابا؟ الا لله وحده. ايوا هادشي اللي كاين اخويا، كنتمنى من الله يديش التوفيق. اخر حوار دار بيناتكم ربما، يعني انت ملي ساليتي الفتره مثلا ديال الصباحيه، العمل ديالك الصباحيه، العمل ديالي عادي بحال ديما، ساليت دويت مع عادي، وصلت مع وصلت الجوج، دخل هو السيرفيس ديالو ومشينا حنايا عادي، عطينا السطر باش يخدم بحال ديما، ضحكنا عادي، السيد دخل كيضحك عادي، زعما ما بيناتنا حتى شي حاجه عادي. ربما كل كيشهد يعني التعامل ديال داك السيد اللي توفى، يعني كاع الناس اللي لا التعامل ديالو، كاع الناس اللي سولتي تما يقول لك السيد الله يعمر هذا، الناس بكاو مساكن، كاع الناس مساكن، تبارك الله وما شاء فعل، كاع الناس اللي كيعرفوا راه عيطوا لنا في التليفون كيبكيو، كاع اللي قلتي لي راه واه انا ما شفت والو دابا، هادشي اللي كيقولوا كيقولوا ثلاثه ديال الضحايا، كيقولوا ثلاثه ديال الضحايا، يعني السربا وجوج كليان، هادشي اللي كيقول يعني حنا ماتوا على برا، اللي ماتوا على بالله، حيت في لاتيراس، حيت في لاتيراس في تاع المشكل. امين خويا، الله يحفظك ابراهيم، امين. يعني الناس يعني اشارت بعض الدرجه، يعني قالوا ان راه ربما كانت موضوع ديال ان كانت علاش كتودع انا غد نهار او هذا، شنو ممكن تقول لنا على المقهى؟ واش فعلا كانت كتبين ان غطيح هذاك الشيء؟ لا بحال اخويا كان تيبان مزيان، كون كان في شي حاجه راه انا ما نخدمش فيه، المحل راه مزيان و هو فعلا المحل قديم، ولكن المحل تيبان لك مزيان، انت براسك كون جيتي في ديك الساعه غيبان لك محل مزيان، غادي تريح، ما غاديش تقول جا راه المحل راه غيطيح ولا شي حاجه، لا لا العلم غيب والله. الامور اللي اثرت على المحل حتى هذه بحال اش؟ يعني هذا ربما حنا كنشوفوا الصور اللي السقف طاح، ربما واش كانوا شي اصلاحات، ربما كانوا شي اصلاحات ولا هو تيصلحوا مره تيدور به، رمضان راه تيدور به، ولكن ما حرتي بالك مزيان البانو ديال الحيط راه تيبان لك مزيان، ديال الكياس
هذاك الشيء امر لله تقدر تقدر محمد حولنا على بو محمد مسكين شحال عنده من سنه عنده وليدات ديالو الحاله العائليه ديال مسكين وما تعرفوش بزاف انا كنعرفوه هنا في الخدمه ما هو ماشي ماشي يلا خدم معكم لا لا كنعرفوه في الخدمه ولكن ما كنعرفش عليه بزاف ديال كيف ما قلتي انت العائله ديالو هذه كيفاش كندير المعامله ديال بو محمد الله يرحمه مزيان عمر هذا وحمد كيعرفوا كاع الناس شنو 8 سنين دابا وانا خدام معاه الله يعمر هذا الله يعمر هذا قافله بزاف مع الناس وكيعرفوه الشيء اللي كاين يعني كنا عارفين ان المعامله ديالو مع الناس وانذارات الناس كامل لا ما فراسش ربما يعني هذا السقف هذا اللي نهار ربما اثر على الناس اللي عارفين لا القهوه كيضربها مولاها بالرمده رمده كيضربها كيصلحها هادشي اللي وقع الله يرحم هاد الناس هادشي اللي نقولو كتعرفو محمد كتعرفو بو محمد كنعرفو اخويا كنلعبو واحد الناس زبون ديال هاد المقهى انا زبون ديال هاد المقهى هادي وسلت عليه عنده وليدات ديالو عنده عائله ديالو دابا ني تما راجعو للارجونس دابا هاد الناس كتبكي عليهم كاينين هما الناس تما كاين في الارجونس خليناهم دابا جاو الناس كيبكيو عليهم سمعتي سمعتي هاد الواقعة هادي باش ربما سمعتي هاد الواقعة اخويا راه جينا تفاجئنا بحال الناس هاد الناس بقاو فينا الله يرحمهم الله يرحم هاد الناس ومول القهوة تا هو مقصر من جهدو مول القهوة تا هو راه كيصلح وكيصوب المسائل ديالو مريح اليوم هنايا تقهوي لا كديز اخويا وسمعتي بصح وجيت نجري من سمعت هاد السيد كنعرفو السر باهي وجيت لهنايا طليت عرفت السيد ما الله يرحمه الله يوسع عليه الله يرحمهم كاملين الناس اللي كيحملوا المسؤوليه مول المقهى شنو تقول لهاد الناس؟ واخا انا محمد صغير شي واحد انا ديز تشت الواقعه اللي وقعت والله يرحم الناس اللي ماتوا المسؤوليه كي قالوا الناس ثلاثه هادشي اللي قالوا الناس الله يرحمهم الله يجد عليهم الرحمه الزبناء يعني تجرحوا ولا وقع لهم كاين خلعه خرجوا كيجريو وثلاثه مساكن اللي ماتوا الله يرحمهم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا